اليوم سنبدأ بتصميم قنينة زجاجية على برنامج السولد وورك معكم المهندسة نجلة. لا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة وخلوكم معنا دائما ليوصلكم كل جديد. من المستوى فرونت بلين نفتح سكتش ونبدأ برسم خط منقط من محور الإحداثيات. من لاين نبدأ برسم شكل مغلق للقنينة. عند رسم الشكل المغلق نرسم جميع الأقواس وجميع الخطوط بشكل قريب جدا للقنينة. بعد الانتهاء من رسم الشكل من Smart Dimension نقوم بتحديد الأبعاد للقنينة. بعد الانتهاء من تحديد جميع الأبعاد أصبح الشكل مقيد بشكل كامل. من فيوتشر نختار Revolved Boss بمقدار 360 درجة. أصبحت الشكل القنية جاهز. من السطح العلوي نفتح Sketch Convert Entities فأصبحت الدائرة بشكل غامق. من فيوتشر نختار Extrude Boss بمقدار 10 مليمتر. نفتح Sketch بالمستوى الجديد Convert Entities. من فيوتشر نختار سيرفيس هيليكس لنقوم برسم الحلزون. نحدد الخطوة 4 مليمتر ونعكس الاتجاه من السيرفيس دايركشن ونحدد عدد الخطوات 2 خطوة وصفر درجة. أوكي. من فيوتشر نختار سويبت باس ونختار Circular Profile. نختار Circular بمقدار 1 مليمتر. أصبحت جاهزة. من Align with End Face لحذف أو المساواة مع السطح. أصبح الحلزون جاهز. من Future نختار Fillet للحافة السفلية بمقدار 5 مليمتر. من فيوتشر نختار فيليت للوسط بمقدار 4 مليمتر. من فيوتشر نختار شيل ونحدد السطح العلوي بمقدار سماكة 2 مليمتر. أصبحت القنينة جاهزة بشكل كامل. لاختيار مادة القنينة من Appearances نختار Glass. نختار المادة المرادة. أصبحت القنينة جاهزة بشكل كامل. شكرا لكم لحسن المتابعة. لا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة. خلوكم معنا دائما ناطرة تعليقاتكم بكل لحظة. أنا نجلاء الحمود.